لحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب الفوز، خلاص خطوه قليله او ساعات قليله ان شاء الله يعلن الاهلي بطل للدوري باذن الله. تعليقك على المكسب وتعليقك على المسابقه بشكل عام، لانه نتاج مجهود كبير موسم كامل بيتوج في النهايه قبل نهايته باربع خمس اسابيع ان شاء الله. الحمد لله طبعا على المكسب، وكان فوز بالنسبه لنا مهم جدا، وخصوصا طبعا يعني فريق انبي ماشي بشكل كويس ومقديه الفتره الاخيره مستوى ممتاز جدا، وكانت معانا حتى في النهارده ندي قوي جدا يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني دايما الواحد بيراهن على طريقه تفكير اللعيبه وقدره فصلهم ما بين بطوله والتانيه، ورغبتهم دايما على المكسب. كان فوز مهم، كان فوز مهم زي ما قلت لك، وهنخوض بقى مباراه منانا ان شاء الله الرحمن بكل جديه، وهنعتبرها كانها المباراه الاولى يعني. مباراة النهارده كانت تشهد فرص عديده، كانت ممكن تبقى فيها اهداف كثيره شبيهه بلقاء الدور الاول انتهى 4-1. يعني الحمد لله اهم حاجه في اهداف بتبقى انت داخل من المراحل او من المباراه، الهدف الاساسي بالنسبه لنا اتحقق، صحيح كان ممكن يبقى زياده من الاهداف لكن في النهايه الحمد لله 4-1. المسابقه المحليه السنه دي شفتها ازاي؟ خاصه الاهلي بيقترب من تحقيق ارقام قياسيه عديده، سواء في عدد النقاط سواء في عدد الاهداف اللي احرزها الاهلي خلال هذه المسابقه. بص يعني طبعا هي بطوله خدناها من الاول بشكل يعني في منتهى الجديه، عندنا هدف عايزين نحققه، وعندنا بعد الهدف ما بيتحقق او بيقرب ان هو يتحقق بيبقى عندك مجموعه من الاهداف عايز توجد لها دوافع عشان اللعيبه تبقى موجوده بالشكل ده على طول. لكن اهم حاجه بالنسبه لنا يعني هي المنافسه اللي موجوده داخليا ما بين اللعيبه وبعضها، ما بين كل مركز موجود فيه اكثر من واحد او اكثر من لاعب، كلهم عارفين كويس جدا ان ما فيش حد اشترى المكان دوت، المكان ده للي بينفذ تعليمات الجهاز الفني، للي بيجتهد، للي بياخد الامور كلها كانها مباراه بدوافع الفوز والبطوله. المنافسه طبعا في فرق كتيره جدا محترمه وادت موسم كويس جدا، لكن خلينا نقول انا لحد دلوقتي يعني صحيح قربنا بشكل كبير جدا، محتاجين نقطه من 6 مباريات اللي جايه، محتاجين النقطه من 6 مباريات اللي متبقيه لنا، وممكن الظروف تخدمنا وحد ممكن يعني خلينا، لكن بنتكلم على الواقع اللي الشيء اللي يخصنا احنا يعني اللي في ايدينا احنا، نقطة من 6 مباريات إن شاء الرحمن نكون يعني عند حسن الظن، ونبدأ نحط دايما الأرقام بتاعتنا اللي أنت بتتكلم عليها يعني. بطولة الدوري لمجموعة لاعبين قد تكون أول موسم ليها مع الأهلي وأول بطولة في تاريخها، ده بيعني إيه بالنسبة للجهاز الفني مع اللاعبين في المراحل القادمة؟ بص هو الأهلي أي حد بيخشه أو أي حد بينضم ليه بيبقى بالتأكيد محظوظ، يعني لأن أنت بتتفتح لك الدنيا بشكل كويس قوي، سواء كان على المستوى المادي أو المستوى المعنوي أو الأدبي كمان. حلو جدا ان انت تحقق اهدافك الماديه، ده كويس جدا، بس برضه في حاجات تاريخيه بتتحسب زي عدد البطولات يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني اعتقد ان اسم النادي بيبقى كبير جدا يساعد اي حد ان هو يحصل على بطوله يعني. الرحله الافريقيه وعندك مشوار وعندك ساعات سفر، تسافر امتى ومحضر ازاي لمباراه الجابون والتنسيق مع السفير المصري هناك؟ محضرين كل حاجه الحمد لله رب العالمين، الاقامه والملاعب، وان شاء الله الرحمن نسافر يوم الثلاث باذن الله، وباذن الله تعالى يبقى برضه زي ما انا قلت يعني كرة القدم ما تأمنش مقرها أبدا، مباراة منانا هنعتبرها كأنها المباراة الأولى، و أجاي كمان هيجي لنا على هناك، وإن شاء الله الرحمن بإذن الله نكون موفقين ونرجع بنتيجة كويسة بإذن الله. مسافر بكرة أعتقد في الفجر بإذن الله، وتنسيق مع السفير يا كابتن سيد هناك الترتيبات ماشية إزاي؟ إحنا منسقين مع السفير كل حاجة تمام، و هنشوف السفر هيبقى إمتى بالظبط، يعني يوم الثلاثاء هيبقى تقريبا حوالي الساعة 2 بالليل، يعني خلينا نقول بس خلينا نقول حاجة خلينا نقول بس يعني تحضيراتنا للمباراه هي تحضيرات في منتهى الجديه، وافريقيا والشغل في افريقيا، واللي سافر افريقيا واللي عنده خبره في افريقيا يعرف كده تماما يعني. فرقه مونانا عندها قدرات كويسه، وانتم شفتوها في المباراه اللي لعبناها الاولى، وخصوصا الخط الامامي، وخصوصا عندهم مجموعه من اللعيبه 27 لعيب كويس، فخلينا نشوف يعني ان شاء الله الرحمن كده نخش المباراه ونرجع بنتيجه كويسه باذن الله. معلومه عايزين نتاكد منها، نقلوا ملعب المباراه لملعب اخر؟ لا مش من حقهم يعني، ده سيستم بتتحط فيه بيتحط فيه الاستاد، ولازم قبل المباراه ب 10 ايام احنا تم اختارنا بملعب اللقاء اللي هو ملعب الصداقه يعني، ما فيش اي حاجه على السيستم اتغيرت لحد دلوقتي، وكمان احنا حجزنا اوتيلاتنا وحجزنا شغلنا ومكان اقامتنا على قرب الملعب يعني. شكرا كابتن سيد بالتوفيق. شكرا جزيلا. اذا لقاء لقانا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بعد الفوز اليوم على فريق انبي والاستعداد للمرحله القادمه والسفر للجابون لمواجهه فريق منانا الجابوني.